أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إعادة انتخاب معالي الشيخ سلمان بن إبراهيم الخليفة رئيسا للاتحاد ونائبا لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم لدورة جديدة تمتد من 2019 حتى 2023. انعقدت فعاليات كونغرس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم 29 صباح السبت بالعاصمة الماليزية كوالالمبور، والذي شهد الإعلان الرسمي عن تزكية معالي الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة لولاية جديدة في رئاسة الاتحاد القاري لكرة القدم تمتد حتى عام 2023. التجربة هي الأداة القياس للحكم. خلال السنوات الماضية حصل في هناك حالة متقدمة من الاستقرار الإداري المالي التسويقي والتطوير. هاي المسائل بالتأكيد شكلت أرضية وأساس لحظو شبه إجماع، ومن هون أعتقد أنه الانسحاب لصالح الشيخ سلمان كان هو تعبير عن المرحلة الماضية، ولكن كمان رغبة في الجمعية العمومية بتكريس الاستقرار. أسرة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أبدت سعادتها من استمرار معالي الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة في دفة قيادة الاتحاد، مبدين تفاؤلهم من تواصل مسيرة التقدم والتطوير. 4 سنوات جديدة سيكون فيها الاتحاد القاري تحت قيادة معالي الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، ينتظر أن تشهد المزيد من التقدم والتطوير وأن تخطو فيها الكرة الآسيوية خطوات متسارعة نحو العالمية. هكذا أصدل الستار على فعاليات الكونغرس 29 للاتحاد الآسيوي لكرة القدم وسط مبايعة آسيوية لمعالي الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة. محمد عبد الغفار لتلفزيون البحرين، العاصمة الماليزية كوالالمبور.